احساسك الداخلي ايه؟ وده كان شيء مهم جدا. هل كنت زعلان ولا كنت محضر نفسك انك لو نزلت ان شاء الله تجيب جون، ولا مستر مانويل جوزيه كان مجهزك؟ الكواليس اللي ما قلتهاش قبل كده بقى يا كابتن اسامه. لا هي بس يعني عشان ما نروحش لمباراه الزمالك واحنا عندنا الاول مباراه، انا عايز اعرف هدف معين. ماشي، بس عشان احنا عندنا مباراه اهم، يبقى هو التركيز بتاعنا بينصب فيها، هي مباراه المقاولين دي الاهم دلوقتي، يعني ناخدها بالترتيب. ما انا عايز اربط يا كابتن اسامه. ما انا هقول التحضير في لما تيجي في مباراه الزمالك اهم حاجه التحضير الذهني. ذهني حتى لو انت مش مشارك من بدايه المباراه، بتشارك وقت قليل او بتشارك شوط او بتبتدي من اول مباراه، مهم التركيز، ان المباريات الكبيره دي محتاجه دايما تركيز. الاخطاء فيها سلام. بص ما خفتش يا كابتن اسامه، ما خفتش الكره بتتلعب بالعرض انك مثلا تخبط في الجون؟ لا صراحه برضه خلي بالك، برضه ابو تريكه حاططها زي ما بيقولوا بمعلمه. لا انا كابتن كانت صعبه قوي، كابتن صعبه جدا. خلي بالك ابو تريكه في الكره دي حاططها بمعلمه، هو ماشي بالكره، انا كنت واقف الاول بظهر، اول ما بدات اقف بجنبي هو عارف انا عايزها في اي مكان. وخلي بالك دي كانت ميزه عند ابو تريكه. ده صديق بقى. لا انا قبل الهدف ده، في الهدف الاولاني انا كنت الاول واقف بجنبي. اول ما ابو تريكه بدا يجي جاي 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 بالكوره، بدات اعدل نفسي واقف بجنبي، راح هو حاططها من فوق احمد حسام. بص حاططها انا بالجنب، هو عارف دلوقتي انا عايزها في اي مكان وانا واقف بجنب، فحطها لي قدامي. ودي ميزه طبعا عند ابو تريكه في الحاجات البينيه دي. يعني كان بيقول لك ليه اربع عيون يعني. يقدر طيب يا كابتن جوزيه اتكلم معاك قبل المباراه، قال لك انك ممكن تاخد شويه، ولا كان جوزيه